عندما نتنفس نحن نحصل على الأكسجين ونتخلص من ثاني أكسيد الكربون. عملية تبادل الغازات في الجهاز التنفسي هي وسيلتنا الوحيدة للحصول على الأكسجين وإيصاله إلى الدم، أي عملية أكسجة الدم. وظيفة الجهاز التنفسي الرئيسية هي إيصال الأكسجين إلى الدم ليوصل هذا الأكسجين إلى كل خلايا الجسم. وبوصول الأكسجين للخلايا تستطيع تلك الخلايا أن تؤكسد الجلوكوز لتحصل على الطاقة في عملية أكسدة، وعملية بتطلق فيها الطاقة التي نحتاجها لأداء العمليات الحيوية. في الخلايا بتحدث عملية كيميائية، الأكسجين بيؤكسد أو بيحرق الجلوكوز وبينتج عن ذلك كربون دايكسيد ووتر أو مية وثاني أكسيد الكربون، وتنتج طاقة تخزن في صورة ATP. هنمثل العملية دي كيميائيا بأن واحد جزيء أو مولوكيول من الجلوكوز بيتحد مع 6 جزيئات من الأكسجين، هيطلعوا 6 جزيئات من المية و6 جزيئات من ثاني أكسيد الكربون وحوالي 886 كيلو كالوري طاقة. ودي بنسميها عملية التنفس